إذن مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة درب السلطان. أكيد كتسألوا، العنوان جا فيه هو أن امرأة مسنة كتعرض راسها للخطر. الكل كيتساءل فين هي هاد المرأة، ما بانت لكم حتى شي مرأة، لكن هاد الصيغة اللي أمامكم بالجانب ديالها كاينين واحد المجموعة ديال العلب كرتونية ديال الكرتونات، تما ناعسة امرأة ناعسة، يعني في أي لحظة يقدر شي سائق متهور أو غير متهور ما يشوفهاش، ولا يبانو له دوك الكرتون غير مجرد كرتون، ولكن هي راه امرأة ناعسة تما ومدورة بها هذاك الكرتون. حسب الساكنة ديال الحي وحسب الحارس الليلي كيقولوا بانهم حاولوا معها عدد من المرات انها طلع من داك الشانطي ما تبقاش ناعسه فيه، طلع غير الفوق على الاقل. كتقول لهم لا، ربما هي عندها نقص او مرض نفسي او عقلي. السبب ديالو هو انه حسب الحارس الليلي ديال هنا اللي ما بغاش يتكلم امام الكاميرا خوفا منها، لانها كيقولوا بانها المرض اللي فيها الله يحسن العوان كيخليها انها تكون عدوانيه بعد شيء. هاد السيده كانت كيقولوا بانها جات من شي مدينه اخرى لهنا المنطقه ديال درب السلطان برفقه ديال واحد الطفل صغير، كانت كتعتدي عليه وكانت كتعرضه للخطر والضرب والجرح. دخلت السلطات وحيدوا داك الوليد وداوه ملجأ خيري وداوها حتى هي باش تعالج، لكن هي رجعت ما سمحولهاش انها تاخذ داك الولد، لانها ما يمكنلهاش انها تربيه، ما عندهاش فين تربيه وما عندها السكن وما عندهاش حتى القدره النفسيه او العقليه باش تربي هذاك الوليد. حيدوه للسلطات، مشكورين على هذه البديهه. لكن هذه السيده راها هنا هذوك الكرتون راه ضاير بامراه مسنه كتنعس تما، راه في اي لحظه واي واحد يقدر يدوز من هنا ويقدر يبان له هذاك غير كرتون ويبغي يحيدو من الطريق، ولا يبغي يضربو، ولا شي شاحنه، ولا شي سائق متهور، ولا شي سائق مخمور. حنا كنعرفوا بان هاد الطريق هاد الشارع كيطلعوا منه جميع كاع الناس، اللي عادي واللي ماشي غير عادي كيطلعوا من هنا، يقدر يبغي يدوبل ولا يتجاوز على اليمين ولا شي حاجه ويدوز فوق هذاك الكرتون، عيبان له غير كرتون، يقول ماشي مشكل، غادي يلقى امراه ناعسه تما غادي يقتلها. اذا كنتمنى بان هذا المباشر يوصل للسلطات المحليه ديال منطقه الفيدا من السلطان، بالضبط شارع محمد السادس على مستوى قيصريه العطارين اللي معروفه قيصريه الشاويه، انهم يتدخلوا ويجيو ويحيدوا هذه السيده ماشي بالخاطر، يعني بزمنها خصها تحيد هنا، لان هي فاقده الوعي، فاقده الادراك، ما كتحملش المسؤوليه، راه في اي لحظه تقدر تموت. نتمنوا من السيد القائد ديال هذه المنطقه ديال المقاطعه اللي كتحكم على هذا اللي كيوجد النفوذ ديال هذه البلاصه تحت التراب ديال هذه البلاصه تحت النفوذ ديالو، انه يتدخل ويعيط على دوك الناس ديال المساعده الاجتماعيه ويحيدوا هذه السيده من هنا. سولنا الحارس واش هاد الناس فايتين الدواء، قال لك ايه فايتين الدواء ورجعت. هاد السيده ما خصهاش ترجع، السيده ما خصهاش تبقى هنا، على الاقل على الاقل تحيد غير من الشارع، راه في اي لحظه يقدر يقتلها شي واحد، وكنا كنتحملوا المسؤوليه. انا كاعلامي كصحفي كنخدم بالليل، مجرد ما سقط الخبر على هاد القضيه جيت بلغت، اللهم اني قد بلغت. السلطات كنظن بان خصهم يديروا الواجب ديالهم وخصهم يحيدوا هاد السيده من الشارع، لانها كتعرض حياتها وحياه الغير للخطر.
حتى هذاك السائق مسكين اللي غادي يكون، حنا ما غاديش نقولوا كلشي غادي يكون سكران ولا كلشي غادي يكون في حاله غير طبيعيه ولا كلشي غادي يكون مخضر، راه كاين اللي مسكين غادي يهبد الام ديالو ولا الزوجه ديالو ولا الوليد ديالو، وغادي بواحد السرعه اللي الظروف فرضتها عليه، ويقدر يلقى راسو قاتل روح وقف امام العداله بتهمه القتل الخطا. اذا هاد السيده راه كتعرض حياتها وحياه الاخرين للخطر. للتذكير هاد السيده كتواجد بشارع محمد السادس بمنطقه درب السلطان امام قيصريه العطارين معروفه بقيصريه الشاويه. نتمنوا بان السلطات المحليه ممثله بالسيد القائد او الباشا او العامل ديال منطقه الفداء امام السلطان انهم يتدخلوا ويحيدوا هاد السيده وينقذوا هاد الروح من الموت في أي لحظة. وباش نخليو المواطنين الكرام يتيقنوا من هاد الشيء اللي كنقولوا، غادي نحاولوا ننزلوا ونوريها لكم نعسة، واخا هي حاولنا معها بأنها تهضر رفضات بل وشتماتنا، ولكن حنا غادي نحاولوا نوريها لكم ولو عن بعد شي شويه. هانتوما شوف إذن شكرا على تبعكم هذا المباشر، نتمنى السلطة تدخل في أقرب وقت. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.